فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: بعض أهل العلم يذكر أن المقصود بالتغريب في هذا العصر للبكر أنه يكون بسجنه لمدة سنة. هذا عند الحنفية، أو ينفى من الأرض، يقول النفي هو الحبس، ولكن الجمهور على أنه على حقيقته ينفى، يعني يغرب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.